مشروع صغير تديره أياد يافعة في مدينة عزاز شمالية حلب. ثلاثة أشقاء هجرتهم الحرب من مدينتهم القورية في ريف دير الزور قبل عدة سنوات، حرموا إكمال تعليمهم لتجبرهم الظروف المعيشية الصعبة على العمل في مهنة صنع خبز الصاج لتأمين قوت العائلة. لإجا النظام لعدنا وهجرنا وتعبنا على الطريق، وبعدين رحنا على مخيم ومن المخيم جينا لهون. هلا نحن ساكنين مخيم هون، وتعبنا على الطريق بس الحمد لله يعني مش حالنا، وفتحنا محل خبز يعني مشان نعين أهلي أولاد أبي صغار. نحن أربعة ما عم درسهم مشان يشتغلوا معاي مشان نعين أهلي يعني. ساكنين هون نحن بالمخيم، ونتمنى نرجع لدير الزور أحسن يعني. يعني هلا صار كل شيء غالي هون، ما يعني صرنا نرجع لورا يعني. قد تكون مهنة صنع الخبز صعبة وغير ملائمة لطفل بعمر صهيب، لكنه يقول إنه مجبر على العمل لمساعدة إخوته. صهيب يأمل أن تنتهي معاناته ويحصل على فرصة مواصلة التعليم، وأن تنتهي معاناة عائلته في النزوح والتهجير والعيش في خيمة. تركت مدرستي مشان تساعد أخويا يعني بالمصلحة، لأنه أبوي مرضان ما بيقدر يشتغل، نشتغل بصاج. أنا حلمي نرجع على دير الزور أحسن، بدرس غادي أحسن ورفقاتي غادي أحسن. ظروف الحرب السورية القاسية وما تسببه من تهجير ونزوح ولجوء حرمت آلاف الأطفال من حقوقهم في التعليم والحماية والأمن، وأجبرت الكثير منهم على العمل لمساعدة عائلاتهم. وبعض الأطفال يعملون في مهن تحتاج قوة بدنية كبيرة، ويبدو أن معاناة الأطفال هذه ستستمر ما استمرت الحرب في سوريا.